الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن بعد 104، طبعا بعنوان بين الأولاد وآبائهم. نحن مضينا في هذا الدرس، هذه الخاطرة بالذات 25 فقرة، يعني هذا الدرس 25 وما زلنا في مكاننا. هكذا اللي جمعوا الكتاب وضعوا كل الفقرات التي تتعلق بهذا الموضوع بين الأولاد وآبائه وضعوها في مكان واحد، فخاطرة في 25 درسا. قال في الفقرة 25: الابن يتأثر بالأب أكثر، والبنت تتأثر بالأم أكثر، والأمهات الجاهلات طريقهن في التربية الشتيمة والدعاء بالموت والهلاك، والآباء الجاهلون طريقهم في التربية الضرب والاحتقار. لاحظ معي، الولد يتأثر بأبيه أكثر، الذكر يتأثر بأبيه أكثر، والبنت تتأثر بأمها أكثر. هلا نحن في الفقرة الأخيرة 25، يقول: الأمهات الجاهلات طريقهن في التربية الشتيمة والدعاء بالموت والهلاك. يبعث لك حمى، شو بيقولوا؟ ما بعرف، إذا جيت على بالي يقصف عمرك البعيد من هذا الكلام. طيب البنت كيف بدها تطلع؟ بدها تطلع سوقية، تطلع سوق. الأب طريقه الجاهلة، مو أي أب نتكلم، والآباء الجاهلون طريقهم في التربية الضرب والاحتقار. أحيانا أنا مرة شفت واحد عم يقول له لابنه البعيد يا كذا، يعني سماه بالكلب، قلت له لا، قلت له خليه يشعر بالاحترام، خليه يشعر بقيمة نفسه، خليه يشعر بكرامته، لا توجه له لا هالكلمة ولا أقل ولا أكثر. اوعى تخليه توجه له كلمة يقبل بالاحتقار لنفسه، حيتم يحتقر نفسه طول العمر، وسيشعر بالدون، وسيشعر انه أقل من غيره، وانت عم تكرس عنده عقدة النقص. زائد الضرب، يا أخي سيدنا أنس الله يرضى عنه يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، سويت شغلة بدون إذن، ما لي لساويته، ما رفع صوته، ما قطب حاجبه، ما غضب ولا لشيء لما فعله، يعني قال لي عليه ونسيته، لما لم تفعل؟ ما أبدا. علمه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أنس من خلال تقاسيم وجهه أن يدرك أنه هذا الشيء بيحبه النبي صلى الله عليه وسلم وما بيحبه. هيك نربي أولادنا. إن اللبيب لمن الإشارة يفهم، وسواه بالنداء العالي، وسواه بالزجر قبل العصا، ثم العصا وهي راب الأحوال. نحن ما بدنا على العصا، ما بدنا، نحن بدنا نعلم أولادنا مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم علم وربى أنس بن مالك، أما ما نعلمهم على الاحتقار. أنا لما كنت بالجيش يعني خدمت 2.5 سنين، فهذيك الفترة كل واحد بيقولوا له أستاذ البعيد من هون يعني حمار. يا جماعة بأوروبا الأستاذ بعد ما ياخذ الليسانس وياخذ الماجستير وياخذ الدكتوراه ويدرس 15 سنة ليصير أستاذ. الأستاذية، لا الأستاذ مساعد هذاك، الأستاذية بالجامعة مرتبتها عالية كثير كثير. نحن إذا بده يشتمه شو بيقول له؟ في حقد أكثر من هيك، في جهل أكثر من هيك، في سوء تربية أكثر من هيك. فإيانا أحبابنا أنه نربي أولادنا على الاحتقار، ونحن نحتقرهم فبيحتقروا نفسه، أو على الضرب. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: مروهم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10. أنا أحكي لكم قصة على الضرب. رب العالمين أنه قال في القرآن: فعظوهن للزوجة للزوجات، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهم.
الدكتور محمد أبو زهرة هذا يعني هو اللي عطى أشرف وناقش رسالة الدكتوراه للدكتور سعيد الموطي بال65، يعني شيخ كبير بالأزهر. فقاعد في هو عم يقول في مؤتمر قاعد قدام وحده معه قلم أسوار قلم أنا قامت قالت له يعني شوف نحن أنا صرت دكتورة وكذا كيف الله بيقول واضربوهن؟ قال لها هيك يعني كانت هيك إيده ويصارع. يعني الضرب ليس المقصود منه أيضا احتقار للمرأة، المقصود منه أنه أنا زعلان مني. شوف هي عند المرأة كثير صعبة، 90% من النساء بالوعظ والأخذ والعطاء بيفهموا على بعض، بيفهم خلاص تصلح حالها. هو أول سنة أو أصعب سنة وهيك حاجي. أنا متجوز كمان بس مو قدام كان قلت لك، بس عندي واحد قال لي إنه يضربوهن هو الضرب آخر مرحلة. إيه هذا اللي عم آخر مرحلة، بس مرحلة يجوز تكون الزوجة تطلب بشكل مخفي الفراش، ولذلك الضرب ضرب تبعهم. لا هذا كلام ثاني. ف 90% من النساء بيفهموا على الرجال، يعني هو اول سنه اصعب سنه دائما يعني. بعدين 5% بيهجرها بالفراش ما بخليه يزعل صالحه. بعدين بقي 5% بضربوهن بالسواق. هو هذا هو يعني ليس المقصود في الضرب الضرب المبرر. خلصنا بعدين ما مشي الحال تبعث حكما من أهلي وحكما من أهلي، وآخر دعوانا الحمد لله.